السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم واحد الروتين اللي هو روتين يوم الاحد. غادي نصوبو خبيزات، نصوبو شي تخربيقات. المهم بقاو معايا، نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تحرمونيش من لايكاتكم من اشتراكاتكم، فعلوا الجرس، بارطاجيو، دعموني، محتاجه دعمكم دائما. وغادي نبداو على بركه الله، ونتمنى هذا الروتين يعجبكم. بقاو معايا وغادي نبداو بالوصفات اللي غادي نصاوب اليوم ان شاء الله. هاد الجل اللي كيرون بغيت غير نشوفه، لا بغيتش نشوفه. الله ينجيني منه، نجمع روينتي ونسكت. يلا بقاو معايا. اختكم شفتو؟
اللي بغات الوصفه تكتب لي تعليق، نعطيها المقادير ونعطيها الوصفه والطريقه. الطريقه باش يجيك في هذا اللون. نوريكم البنات البوطاجي ديالي. هوايا القزبر، شفتوا لي موفيز بنايضين القزبر. هذه لويزا عاود كاين هنا شويه القزبر، هذا اليازير وشويه القزبر، هذه شجره ارغان صغيره طرطقات، عاود هنا في الوردات، هذا الورد البلدي، وهذا تا هو هيا هو كزبرة. شتو هذه البطاطا البنات ما تصدقوش، كانوا عندي واحد ثلاثه البطاطات نبتوا خرجوا جذوره وانا نغرسهم، وها هما تبارك الله. ها هو هيا هنا درت مطيشه، هيا راسي راه كتطقطق، شتوها هادي راه مطيشه، هيا بقى يلاه كيسيره كتطلع. هادي مطيشه حتى ساعه ما كيبان والو. هنا درت القزبر والمعدنوس باقي ما خرجش، هنا القزبر، هنا معدنوس، مطيشه، بطاطا، القزبر، ورد بلدي، ورد بلدي، كوريدات، ارغان سخيكرا، اليازير، لويزا. مازال باقي غادي نزرع، ودابا خويتكم غتنشر الصابون، نشر الحويجة هما السليبات ديالي، فكنشر، كنشر هنا حدا شجرة الزيتون. ساليت نشير الصابون كما كتشوفوا، وغادي نمشي ندخل ديك الكوزينه اللي كتنغول كتنغول كتنغول. يلا بقاو معايا، زبط الشتا كاين الغيوصات تبارك الله، الشتا اللي زبط غزاله ما شاء الله.